أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الفرقة الثالثة التي قالت بأن القرآن مخلوق غير الجهمية والمعتزلة؟ قلنا لكم الأشاعرة اللي يقولون إن المعنى ما هو مخلوق، وأما اللفظ فهو مخلوق. فعلى هذا المكتوب في المصاحف الآن هذا مخلوق لأنه لفظ وحرف. نعم. والإباضية عفى الله عنك؟ لا، الإباضية مع الجهمية، مخلوق على طول. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.